الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. في ليالي أحبنا الله في هذا الشهر الكريم، فنحن أسر وعوائل الشهداء نتجمع أخوة وأحبة في رحاب عرق الشهادة الأغرق لشهدائنا العظام الذين ضحوا بدمائهم من أجل نصر الحق والدين وفداء للوطن. وشهدائنا الأبرار هم الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الحرية والعدالة. وكان ابني علي كبدي أحد هؤلاء الشهداء الذين برجت روحه فداء للدين والوطن، وأنا أحتسبه عند الله شهيدا، وسأقف يوم القيامة مطالبا بالقصاص من قاتليه عند قاضي القضاة العادل الذي لا يظلم والقهار الذي لا يقهر. وبعون الله بدمائه وبدماء شهدائنا الأبرار سوف نأخذ الحق من قاتليه، وسيكون مصير كل ظالم جهنم وبئس المصير. فيا أبناء شعبي الشرفاء، تعالوا نحيي ذكرى ثورتنا المجيدة ونعيد إليها عنوانها عبر توحيد صفوفنا وتكافؤنا ونكفي الخلافات الضيقة والعمل على المشتركات وهي كثيرة، وهذه الساحات تسع للجميع وكل له منهجه وتوجهه، ولا ينبغي لأي فصيل سياسي أن يستأثر بالعمل لوحده، فهذا حق للجميع. فالأقصى والتهميش هي من عوامل أضعاف الثورة، ونحن نسعى كآباء شهداء أن نكون للجميع ومع الجميع. وأملي أن أرى في الأيام القادمة بأن الشعب في أفضل صورة الوحدة والعمل المشترك لكي نحيي ذكرى ثورتنا بشكل قوي ومميز ومؤثر تقتدي به جميع مناطق البحرين. ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأشكر جهود المنظمين على هذه الفعاليات التي لها مكانة كبيرة في نفوسنا وتسعد أبناءنا الشهداء التي تمدنا نحن كأسر شهداء بالثبات والعزيمة. فكل شكري وتقديري لكم أيها الأبطال. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وفرج عن معتقلين الأبطال، ورد غرباءنا، احفظ مطاردينا ومقاومينا الأحرار. وما النصر إلا من الله. والسلام عليكم أحبتي جميعا ورحمة الله وبركاته.